الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الأخ يوسف الزهيدي قيدوم ومن عائلة التجمع الوطني للأحرار، الإخوة الحضور، الأخت مرحبا بكم وأشكركم على حضوركم. في البداية لابد من أن أقدم الشكر لجميع الإخوة الأعزاء الذين لبوا الدعوة وحضروا معنا هذا الجمع العام المبارك، وأرحب بهم وأقول لهم مرحبا بكم في داركم، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع. الإخوة الكرام، قد يتساءل البعض لماذا هذا الجمع في هذا الوقت بالذات وبهذا النوع؟ نقول للإخوة إننا نجتمع اليوم في إطار التوصيات الأخيرة التي خرج بها المؤتمر الأخير للحزب، وفي إطار توجيهات الرئيس الأخ عزيز أخنوش الذي حرك هياكل الحزب وتنظيماته منذ قدومه على رأس هذا الحزب، وكذلك في إطار التهيئ المبكر للسياسة العامة بجماعة شتوكا ولرسم خارطة طريق صحيحة للمضي بنجاح إلى الأمام في إطار سياسي حزبي حقيقي منظم ومهيكل يعتمد على التوجهات العامة للمؤتمر وعلى دراسة المشاكل المتشعبة التي تتخبط فيها جماعة شتوكا. التهيئ المبكر الذي يضمن التواجد الدائم والمستمر وسط هذه الجماعة، والعمل على الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي نخرج بها اليوم في إطار المناقشة العامة وجعلها أرضية للدراسة والبحث عن الحلول الناجعة والمتطابقة مع المتطلبات. نتواجد معكم اليوم وموعد الانتخابات لا زال بعيدا، لكي لا نفرض عليكم أنفسنا في آخر لحظة، ولنبين لكم أننا في إطار القيادة الجديدة للحزب لسنا مناسباتيين. الانتخابات بالنسبة لنا ليست هدفا وإنما وسيلة، هدفنا هو التواجد اليومي والتواصل المستمر مع مناضلات ومناضلي الحزب وكذلك جميع المواطنين كيفما كانت انتماءاتهم السياسية. فنحن نرحب بالجميع لأننا حزب متفتح ويمد يده لكل المواطنين والمواطنات. التهيئ المبكر، وهذه عادة عندنا نحن المغاربة وعند الكل، لأنه من أراد أن ينجح في عمله فليبدأ بالعمل وبالفعل، وهذا ما نحن بصدد فعله. اجتماعنا اليوم وفي هذا الجو الحار وفي هذه المنطقة المناضلة المعروفة بالشجاعة والتصدي للعدو يأتي كذلك بعدما تبين لنا أن المجموعة الحالية التي تقود السفينة فاشلة في عملها، خائنة للعهد والوعد، لا تقدر الأمانة والمسؤولية، ضعيفة الاقتراحات، رؤيتها محدودة وهدفها واضح، وأنتم أيها الإخوة الأعزاء تعرفون ذلك. مجموعة حاضرة غائبة، حاضرة في قضاء مصالحها وأغراضها، غائبة في قضايا السكان والمواطنين. وجماعة شتوكا تعيش هذه الولاية أسوأ وأفسد ولاية منذ نشأتها في جميع المجالات، لأنها تتوفر على مستشارين لهم نظرة عمياء للواقع المرير الذي تعيش فيه جماعة شتوكا تحت وطأة الجماعة وسكانها. ونحن والواقع يؤكد أن المشاريع التي تم إنجازها بتراب جماعة شتوكا هي مشاريع تهم مستشاريها الذين حصلوا على عدة امتياز والكل يعلمها. هذا الواقع وهذا العمل جعل الوضع يتأزم ليأتي وقت ويصعب الحل. ومن أهم المشاكل التي تخبط فيها الجماعة والتي تحظى بأولوية الأولويات نذكر منها على سبيل المثال للحصر. أولا، الماء الصالح للشرب. هذا المشروع كان جاهزا نهاية الولاية الممتدة من 2003 ل 2009، يعني أن هذا المشروع
في نهاية 2009 هادشي اللي كاين دابا هو اللي كان. الميزانية توجدت في هذيك الولاية، التخطيط والدراسة دارت في هذيك الولاية، جاو هاد الناس من ولايتين ما عرفناهمش اش داروا فاش قدموا في هذا المشروع هذا. كان جاهزا بتمويله وبدراسته، وكان الهدف منه ليس هكذا، الهدف منه هو إيصال الماء الصالح للشرب للمنازل. لكن بعد تلك الفترة نتساءل، ماذا فعل أولئك الذين خلفونا في الولايتين الأخيرتين؟ هل مد الجماعة بالماء الصالح للشرب وإيصاله للعوينات يعتبر تزودا بالماء؟ والجماعة تعيش ندرة المياه الجوفية، هذا مشكل من أعوص المشاكل. لكن المقترح الجماعي في هذا الملف ضعيف جدا بل منعدم، رغم أن عامل الإقليم شدد في لقائه الأخير مع منتخب الجماعة على حل هذا المشكل وبطريقة ترضي المواطنين. وكان على الجماعة أن تبدأ اجتماعات مكثفة مع المصالح الماء الصالح للشرب بإيجاد الحلول الملائمة. ثانيا، المسالك الطرقية. كل الجماعات المجاورة لجماعة الشتوكة عملت على فك العزلة على المواطنين بإصلاح المسالك الطرقية بشكل صحيح، إلا هذه الجماعة المسخوطة المنكوبة لا زالت المسالك بها في وضعية جد صعبة، باستثناء جهة من الجهات من جهات الجماعة المحظوظة وأنتم تعرفونها، فإن الباقي بدأت الأشغال بها من طرف شركات حرطت المسالك وتركتها وانسحبت بطريقة غير مسؤولة، وتركت الأوضاع فاسدة أكثر ما كانت عليه دون تدخل من أي جهة، رغم أننا رفعنا عرائض للجماعة والسلطات المحلية والإقليمية، لكن لا حياة لمن تنادي، ولم نسمع عن المستشارين أن طالبوا بعقد دورة استثنائية لمناقشة الموضوع. ثالثا، دار الشباب. رغم أن جماعة شتوكا تتوفر على دار للشباب وهي من الجماعات الأولى إقليميا التي تتوفر على هذه الدار، إلا أنها أغلقت منذ مدة دون أن يتم تعيين مدير لها، فكيف لهذا المرفق أن يظل مغلقا والجماعة تتوفر على طاقات شبابية لها مؤهلات في جميع الميادين الفنية الثقافية والريادية وتظل محرومة من خدمة دار الشباب؟ والحل بسيط، ما دامت الجماعة يعطيها القانون إبرام الشراكات في جميع الميادين، لكن الطاقات الشبابية بهذه الجماعة، وأقولها بصراحة، تزعج المسؤولين بهذه الجماعة. الطاقات الشبابية تزعج هذه هؤلاء المسؤولين، كيخلعوهم الشباب، كيخلع الناس اللي كيسيروا الجماعة، ولا يريدها أن تصل أن تتحمل المسؤولية، لأن عقليتهم مختلفة تماما عن عقلية أولي الأمور بجماعتنا. رابعا، الصحة. تتوفر جماعة الشوكة كما تعلمون على مستوصف صحي وحيد لا تتوفر فيه الشروط الضرورية، تعمل به بصفة رسمية ممرضة وطبيبة شبه غائبة. وقع للولادة وظيفتها توجيه النساء الحوامل إما أزمور وإما جديدة، ما عندها حتى شي وظيفة أخرى. اللي مشى كتعطيه ورقة تقول لي سير الزمور سير الجديدة، لأنها لا تتوفر على التجهيزات الضرورية ليبقى هذا المركز غير قادر على تلبية حاجيات المرضى والنساء الحوامل. خامسا، التعليم. رغم أن النتائج التي حصل عليها تلاميذ وتلميذات شتوكا في امتحانات البكالوريا، وهذا بمجهودات جبارة للأطر التربوية والتعليمية والمشاركين من خارج المؤسسة في إنجاح هذه العملية، إلا أن الكارثة الكبرى هو التعليم الابتدائي وخاصة بالفرعيات المدرسية البعيدة عن المركزيات، فالمراقبة منعدمة، التجهيزات ضعيفة، وهذا مشكل يجب العمل عليه والتعاون بشأنه خدمة لصالح التلميذات والتلاميذ. سادسا، إضافة إلى ذلك، فإن جماعة الشتوكة تتوفر على محطة لتفريغ السمك تسمى الحديدة. هذا المشروع تحقق بفضل عدة تدخلات في الولاية الجماعية 1992-1997، وبفضل تدخلات عامل صاحب جلالة أحمد عرفة آنذاك، إلا أن هذه المحطة لم تعرف تجهيزا في المستوى بالنسبة للمرافق التابعة لها، ولم تلبي الغرض المطلوب منها الذي يتجلى في إيجاد حل لمهني الصيد بالمنطقة الذين عاشوا مشاكل متعددة
دون أن يتم فتح حوار جاد ومسؤول معهم لإيجاد الحلول الناجعة لجميع الأطراف في إطار قانوني يضمن لهم حقوقهم بدل تقصير وتحطيم قواربهم. بلا شك قد أطلت عليكم، لكن القلب يتألم لوضع هذه الجماعة، فهناك مشاكل أخرى سنتطرق لها في التنسيقية المحلية التي ستنتخبونها اليوم لدراستها، كالفلاحة، للقطاع اليومي للتيار الكهربائي، ضعف عدد من الخدمات الاجتماعية. أيها الإخوة الكرام، إننا نعتبر هذا اليوم بمثابة عيد ميلاد لمولود جديد نتمنى منه الخير لمنطقتنا بفضل المجموعة التي ستمثل الحزب داخل جماعة شتوكا، وذلك لن يتأتى إلا بإشراككم في كل كبيرة وصغيرة والتواصل معكم والاعتماد على آرائكم ومقترحاتكم، لأننا بدونكم لا نساوي شيئا، كما أننا سنفتح لدينا أيدينا للطاقات الشابة والمثقفة الواعدة لإشراكها معنا في هذه المنظومة لإنجاح المخطط التنموي الجديد الذي تكلم عليه صاحب الجلالة في خطابه الأخير. وسنعمل كذلك على تأسيس المنظمات الموازية للحزب، تنسيقية الشباب، تنسيقية الفلاحين، تنسيقية المرأة، ونتمنى التوفيق من العلي القدير، وقل اعملوا فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. الآن وصلنا للبيت القصيد اللي هو المصادقة على اللائحة اللي غتسير هاد حزب التجمع الوطني الأحرار في هاد المنطقة السعيدة. احنا باغينا تكون سعيدة، ولكن للأسف للأسف هاد اللائحة كتكون لحد الآن من 13 ديال الأعضاء، غنذكر الأسماء ديالهم. يمكن محمد المير عبد ربيه، يمكن عبد اللطيف البدوي. هذا عبد اللطيف البدوي راه مستشار فينا وفين وفين قولوا مستشار بجماعة الشتوكا، المستشار الوحيد برمز الحمامة. كاين خديجة شفيع، راكم كتعرفوها، ما حضرتش معنا الزوج ديالها هو حاضر معنا. السيدة اللي خدامة في الفارماسيان، واحد زيارة خديجة. مشاو لواحد الزياره عند واحد المولد فرا كان اسمه محمد الحجاج، طاح مسكين تهرس من دراجته. المهم الزوج ديالها هو كينوب عليها، وراكم كتعرفوها. كاين السي حسن الحمزاوي، السي حسن. كاين السي سعيد الحفيظي، كاين السي ابراهيم الزفراني، فين السي ابراهيم؟ ابراهيم الزفراني. كاين السي حسن الرئيس، كاين السي احمد الجهاوي. السي احمد الجهاوي راه هو رئيس الجمعيه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان بالشوكه. كاين الاخت اللي مشات، راها جات من العرس، جات حطت تكشيطه وجات عندنا لبات الدعوه ورجعت للعرس، حكيمه الكرماوي. كاين سعيد شراشم، شو سعيد مشى معاه واقيلا، مشى معاه هو اللي جا معاه. كاين السي المختار كرم، مراد الرباع، وكاين وكاين السي يوسف كرماوي، هذاك دابا حاصل في المطار. كاين هاد اللائحة راه فيها 13 واحد، وحنا كنتمناو هذه بداية، وكنتمنى من هاد المجموعة تكون تعمل بجد وتعمل على خلق التنسيقيات اللي قلنا، التنسيقية ديال الشباب والتنسيقية ديال المرأة، وخاصة التنسيقية ديال الفلاحة، لأن التنسيقية ديال منطقة الشوكا هي منطقة فلاحية بامتياز، وتضرت بزاف تضرت بزاف
وحنا احنا ماشي فلاحة، انا استاذ ما غاديش نعرف نهضر في الفلاحة اكثر منكم. احنا باغين تنسيقية ديال الفلاحة اللي تكون في المستوى، تكون في المستوى، واللي هي اللي غتستعرض المشاكل وتقلب وتعطينا الحلول، وحنا غادي نطرحوا مع المسؤولين. هو للاسف الجامعه اللي كاينه دابا والمشروع بدا في 5 تقريبا. بلاتي انا غادي نسنى. اذا بالنسبه لهاد المجموعه كنظن ما كاينش مشكل. لا تدفرك مرشح.